السلام عليكم مشاهدي الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مباشرة معكم. بعد انطلاقة مشجعة وبعد موسم فلاحي استثنائي، توقف نزول الأمطار ببلادنا قبل أزيد من 3 أشهر وأدخل البلاد في موسم فلاحي يمكن اعتباره من المواسم الصعبة خلال العشرية الأخيرة. سنتوقف هذا المساء عند تشخيص الوضعية سواء فيما يتعلق بالزراعات الخريفية أو وضعية القطيع، وكذلك نشاط الاقتصادي بشكل عام ومخلفات تأخر نزول الأمطار على النشاط الفلاحي والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به. سنتساءل كذلك عن الإجراءات المتخذة أو التي ينبغي اتخاذها لمواجهة هذا الوضع والتخفيف من آثاره، ونتساءل عن أي سياسة فلاحية يمكن أن تصمد أمام مثل هذه الظرفيات التي ربما نكاد ننسى أنها معطى بنيوي يتكرر منذ قرون في مناخ المغرب. لأجل كل ذلك يسعدني هذا المساء أن أرحب بالسي عبد الكريم البيداني، كاتب عام للاتحاد المغربي للفلاحين. مرحبا سي البيداني. شكرا لك. أستاذ عربي الزقدوني الأستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، مرحبا بك معنا. شكرا سي جامع. شكرا لك. سي مبارك فنيري رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، مرحبا. والسي محمد سعيد قروق أستاذ علم المناخ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، مرحبا. مرحبا سي جمال ومرحبا بالمستمعين الكرام. شكرا لكم جميعا. كان بودنا أن يحضر معنا هذا النقاش ممثل لوزارة الفلاحة والصيد البحري، لكن تعذر الأمر بكون المسؤولين منشغلين حاليا بوضع آخر اللمسات عن مخطط للتدخل لمواجهة هذه الوضعية سيعلن عنه في القريب من الأيام، ويفضلون عدم التواصل بشأنه حتى يكون ذلك في إطار رسمي. إذا غادي نبدا بك سي البيداني، في الاتحاد العام للفلاحين واش درتوا شي تقييم ولو أولي للوضعية إلى حدود على الأقل اليوم 27 يناير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. للشرف العظيم أن أمثل الاتحاد العام للفلاحين بالمغرب مشكور، ومن خلاله القناة الثانية في شخص سي جامع كل حسن. وبالنسبة لنا احنا قبل ما نطرقوا لهذا الموضوع ديال الأضرار اللي تكبدها القطاع الفلاحي إلى يومنا هذا، لابد أن أتطرق إلى الأضرار النفسية والمعنوية بالنسبة للفلاح والكساب، هي ربما أهم وأعظم، لأن في الاتحاد العام للفلاحين أن أهم شيء بالنسبة له وهو الإنسان. فأي حديث نتكلموا فيه أولا على الإنسان، الإنسان هو المرتبط ب كيدير النفسية بشكل عام. السلبيدان النفسية ربما في تدهور من يوم إلى يوم آخر، بمعنى أن الحالة في البادية على الخصوص جد مؤلمة، باش الإنسان يشوف الحالة كيفاش عايش الناس والوضع اللي عليه القطيع والوضع اللي فيه الناس، حقيقة شيء مؤلم. احنا بالنسبة لنا والنظرة لنا في بالنسبة للقطاع أن القطاع حقيقة لماذا هذه السنة بالنسبة هي سنة جافة، وهذه ماشي أول ظاهرة غادي يكون الجفاف عندنا في المغرب، وإنما جرت العادة أن تكون سنوات في الجفاف. ولكن المؤسف لي وهو أننا احنا الآن داخلين في واحد مخطط المغرب الأخضر، وهذا المخطط المغرب الأخضر جاء حقيقة بأشياء جديدة، بحيث أن تنمات الفلاحات كان تطور كان تحول، ولكن هذا الشيء كله اجعل ان الحاله من اللي جاد الجفاف ان كانت العمليه جد صعبه بنتيجه التطور ونزاد التكيف والتكوين اللي تكونوا الناس واللي زادوا في ذاك المخطط المغرب الاخضر. فكانت الانتاجيه، وبديك الانتاجيه زادوا الناس تقدموا تطوروا، ولكن في الاخير مع هذه الحاله كانت جد صعوبات كثيره. اولا غنفصلوا فيها السي البيداني، غنفصلوا في هذه الصعوبات كلها. قبل ذلك اشير مشاهدي الكرام نسيتوا ان اذكركم بان بامكانكم كما جرت العاده على ذلك تعقيب على مجريات النقاش الدائر هنا في الاستوديو عبر الرسائل الهاتفيه القصيره على الرقم المثل امامكم على الشاشه 18 18. السي زقدوني اسالك بدايه، واش قرينا في بعض وسائل الاعلام سمعنا وشفنا حديث على ان ربما هذه السنه هذا الموسم 2015 2016 هو من اصعب يعني المواسم خلال السنوات الماضيه، الى اي حد هذا الشيء صحيح؟
لأنه فعلا فعلا شكرا أولا السي جمال على الدعوة للمشاركة في هذا النقاش حول موضوع الساعة بالنسبة للمغرب. وربما تقول لك ستكرهوا شيئا وخير لكم، ربما يذكرنا بمعطيات قد نسيناها أو تنسيناها. أنا شخصيا بدأت مساري المهني سنة 1981 بالضبط، اللي جات قد مع تعاقب ثلاث أربع سنوات جيف حادة جدا، وقد استفاد المغرب بالكثير من ديك السنوات العجاف التي تتالت أوائل الثمانينات. ولكن نسينا بأنه هذا المعطى راه بنيوي في المغرب ديال الجفاف. ولكن ما يميز هذا الموسم، هناك عاملين أساسيين، ربما الأستاذ قرق سوف يشاطرني النظر وربما يعمق أكثر نظرا للاهتمامات الخاصة بالنسبة لي حول التقلبات المناخية. ما يميز هذا الموسم أولا هي المدة الطويلة ديال قطاع الأمطار، ما يناهز 3 شهور باستمرار، تقريبا من اواخر اكتوبر احنا في اواخر هذه يناير. حتى في الثمانينات ما كانش هذا السيناريو، وبشكل عام يعني في مناطق المغرب كلها من شهر نوفمبر ديسمبر جونفي، هذا العامل الاول. ثلاث عوامل. العامل الثاني هو الرقعه الجغرافيه تقريبا على مستوى جميع التراب الوطني، هذا الضربه ديال الجفاف. وعامل جديد واللي خصنا ندقوا فيه مزيان ونتناقشوا فيه، هو بخلاف السنوات السابقه ديال الجفاف، هذه السنه تتميز بالحراره المرتفعه جدا في موسم الشتاء. الاخوان الاختصاصيين يقدروا بانه زايده الحراره بمعدل ديال 5 درجات بارابور على موين. ما شعرناش هذا الموسم بالليالي، ما يسمى في الثقافه المغربيه بالليالي. اذا حتى لا فيزيولوجي ديال لي بلونت غتبدل. راه كاين دابا بعض الاشجار المثمره اللي بدات تنور، وكاين اللي عطات كاع ماشي وقتها. فبالتالي التاثير ديال هاد التغيرات غيكون عنده بعد كبير اكثر من هاد اللي تعودنا عليه من عواقب، يعني غيكون تاثير اكبر. فبالتالي الموسم عنده خاصيه، هاد كما قلت لك المده الزمنيه ديال ماشي غير قله تهالطولات المطر، راه ما كاينش انعدام تهالطولات المطريه. ثانيا الرقعة الجغرافية اللي تهمها هذا بخلاف بعض المناطق منحصرة. والثالثة هو الارتفاع المهول لدرجة الحرارة بالنسبة للموسم. نشوف سي قرق واش مشاطر هذه العوامل الثلاثة ولا ربما كاين شي خاصية أخرى لهذا الموسم اللي كنعيشوه. هذا ما نعيشه اليوم في هذا الجفاف اللي تكلم عليه السي سكلوني، هو أننا نشابهه أو نشبهه بفترات جفاف ماضية. هناك نوع من التشابه، لكن يجب أن نقول بأن نحن منذ مدة دخلنا في واحد الفترة جوية أرضية جديدة، هكذا أسميها بالمناخ الجديدة. واتفق معي مجموعة من زملائي عبر العالم في أمريكا وأوروبا وأستراليا في هذا المفهوم الجديد الذي يتميز بارتفاع حرارة الأرض وما يتلوه من دورة مائية ومن نتائج الحرارة والدورة المائية، ومنها ما نعيشه اليوم. ما نعيشه اليوم لا يخص المغرب بوحده، ويخص تقريبا قسم كبير من العالم، ومنه عروض منفروض أنها تصنف بالرطبة كأوروبا مثلا. أما المناطق الجنوبية فهي كلها جفافة بصفة عامة. واليوم يمكن أن نقول هكذا بعض الإحصائيات التي تطفو أن تقريبا واحد مليون وسبعمائة ألف ديال الأشخاص عبر العالم اليوم في أقاليم جنوبية في جنوب الكرة الأرضية مهددون بهذا الجفاف، يعانون من هذا الجفاف. يعني الجفاف لا يخص فقط المغرب، ولكن منطقة شاسعة من العالم لاعتبارات يمكن أن ندخل في تفاصيلها. العدد قصدي وقيل مليار، أزيد من مليار. تمام اسمح لي يعني في ما نسمى في دول الجنوب، دول الجنوب وليس في جنوب الكرة، هذا في دول الجنوب. هذه أخبار جديدة أخيرة، آخر أخبار، واللي خصنا كذلك نميز ونخبروا المستمعين والمتبعين الكرام على أن هذا المناخ الجديد الذي نعيشه اللي هو مناخ حار فرض على المناخ نفسه
وضعيات جديدة. ومن هذه الوضعيات هي ما عشناه في السنوات الأخيرة منذ 2005، يعني كنعيشوا فترات مركزة قصيرة ديال الأمطار، ومن بعد كتجي معها واحد الفترة أخرى ديال الهدوء، كتجي شوية ديال الشمس كتبخر الماء، كتنشف شوية التربة، ولكن بعده كتجي واحد الفترة قصيرة ديال، بمعنى أن خرجنا من واحد المناخ كان يتسم بفترات وفصول تبدا من هنا وتنتهي هنا لكي يبدا الفصل الاخر، الى فصول متداخله حاره وجافه بارده ومطره. يعني اننا من ناحيه العلميه، وهذا اود ان ابسطه لكي يكون مفهوما، كنا في هذه الفتره من السنه في القسم الشمالي من الكره الارضيه نعيش شيء اسمه الدوره الهوائيه النطاقيه، هكذا تدور مع الارض من الغرب الى الشرق. تقريبا منذ 2005 وبالخصوص انطلاقا من 2010 أصبحنا نعيش دورة جديدة، اللي هي دورة عرضية هكذا ملتوية، يعني أن الحرارة الجنوبية يعني مناطق الاستوائية تندفع كثيرا نحو الشمال، نحو الشمال نحو القطب، وبالمقابل تفرض على البرودة أن تعود في الهوامش في بؤر هكذا لكي تتجه نحو الجنوب. هذا ما يفسر حاليا موجة الثلوج التي كاينة الآن في تركيا مثلا، وفي الاردن كذلك، واللي كتعرض صعوبات كبرى، واللي قبل من هذا الشيء اللي حنا في فتره الجفاف جيراننا في الجزائر في الشرق كانوا في بروده قاسيه، في ثلوج، الطرق انقطعت تماما، تونس كذلك. بمعنى اننا يجب ان نقتنع باننا في مناخ جديد له سمات جديده وله قواعد جديده. وهكذا ما نحن ما كنا نصنفه في السابق بالاستثناء بالتطرف، ما كنا ننبه إليه منذ الثمانينات والتسعينات اليوم أصبح قاعدة. اليوم ما بقيناش كنتكلموا عن التحول المناخي، لا، نتكلم عن مناخ متحول، هو مناخ حار محتر، وكل ما نعيشه هو أثر هذا المناخ الحار. وعليه إذن يجب أن أضيف شيء بسيط جدا، فهذه السنة هذا المناخ الحار بالسمات ديالو المختلفة واللي عشناه منذ 2005 إلى اليوم، فهذه السنة هذه نضافت له واحد الظاهرة جديدة هي ظاهرة لينسو أو ما نسميها كذلك النينيو. النينيو ظاهرة عامة شاملة حرارية، ما ندخلش في تفاصيلها، ولكن أقول فقط بأنها تؤثر على المنظومة المناخية بكاملها. وكانت في السابق يعني إلى حدود التسعينات كلما كنا في فترة النينيو هذه يحصل الجفاف في المغرب. اليوم في الدورة الجديدة ماشي بالضرورة يحصل الجفاف في المغرب، ولكن يمكن أن يحصل الجفاف، وهذا ما نعيشه كيف الآن. كيف طرد واقع اللي ينبغي يعني التعامل معه بشكل اللي يعني أننا نعيش أوضاع جديدة يجب أن نتعامل مع أفكار جديدة وبوسائل جديدة، ونوسعوا في هذا المجال السياق. نرجعوا للوضعية ونسولك السي فنيري، كاين بالإضافة يعني القطاع الزراعي كاين قطاع تربية المواشي، بغيت نسولك يعني تشخيص يعني مقتضى بالوضعيه ديال القطاع في المغرب الان. القطاع ضعيفه بزاف، يعني احنا المغرب عندنا مناخ معروف، يعني كتشهر ديال الخريف تتاع الشتاء تتعاد تغيب شي شويه تتجي مارس، هذا هو اللي كان مألوف. مألوف تتاع الشتاء في الخريف يعني نوفمبر ديسمبر تزرعوا الناس تنطق شي ربيع تتعيش به المشيه، وتيعاود فين يجي الشتاء كثيرة في مارس باش يطعر الزرع مزيان وتجي الربيع. هذا العام هذا اللي داز كان مزيان، اللي داز يعني كطلوز هذا داز فيه تحتنا الشتاء في اكتوبر نوفمبر عاود مشات وجات شوية في مارس، يعني مراعي كانت مزيانة. ولكن ملي تتبدا الشتاء تغيب في اكتوبر نوفمبر ما راح حتى في شيء، ما تبقاش يعني البهائم تيخصهم ياكلوا، لان لا لوت يعني الطرقة ديال الغلب تتكون في جوان جويي وتتبقى الشا يعني في كرشها تربي لا جيستاسيون ديال الخروف، الولادات تتبدا في اكتوبر نوفمبر. هذاك الوقت اذا ما طاحتش الشتاء ما كاينش الربيع اش غتعطيه؟ لان الحليب تيجي مع الربيع، اذا كليت الربيع يخضر او لا تعطيها شي اعلاف مركبه خاصه بالحليب، خروف تزيد تزيد تعطيه بو هذاك الكولوستروم تيقولوا ذاك البن الباء هذاك سيتها باكسه باكسه، الى عندها شويه تعطيه تعيش به، الى ما كانش الباء الخروف بحال يوم يومين تيموت. هذا الشيء اللي واقع اليوم،
اليوم ما كاين لا خربع لا يديك لا يخليك. عندنا الخساره دابا ديال الخرفان، مود ديال الخرفان هذا هو اللي عندكم شي ارقام تقريبا ديال حجم الخساره واخا تكون تقريبيه؟ احنا عندنا تقريبا في الساتو ديالنا عندنا مثلا 1985 1995، هاد السنوات هادو كلها كانت بحال هاد العام هذا، ما طاحتش تقع تماما. ظلم ولا البعز ما تضعف وما تعطيش شي كميه ديال الحميان، ولكن الخروف مات. الظلم ما ماتش بزاف ولكن الخروف مات كلها، ما كاينش شي انتاج ديال شي خروف. اللي تخاف منه هو ماشي دابا، دابا راه كاين ناس عندهم مازال عندهم شي شويه ديال الشعير، عندهم شويه من السباك وتيخليو شي ريزيرف ليهم. خافوا دابا في اكتوبر الماجي، واش هاد البهيمه غادي يبقاو عايشين هكا حتى اكتوبر بلا الماجي بلا ماكله ولا والو؟ اذا ما دخلتش الدوله يعني ماشي غتمشي في خساره كبيره، وغادي يكون شي خساره عند الكساب، غادي البهيم ديالو ما بقى عندهم شي ثمن، والاعلاف طلع، هذا هو المشكل. الثمن ديال الاعلاف طلع والكساب اللي غيبيع يبيع بواحد الثمن رهيب، ثمن ثمن بخس، هذا هو بالاضافه للخسائر في القطاع، خسائر القطاع على المستوى الاقتصادي تماما. طيب قبل ما نوصلوا للنقاش نقترح عليكم على المشاهد الكرام تابعوا واحد الروبورتاج من منطقه الشاويه من انجاز مريم الرئيس وعبد الله طلال، اللي فيه واحد تشخيص ديال واحد الجانب ديال الوضعيه هناك، وفيه بعض الافكار اللي غادي تساهم ولا تساعدنا انه نتقدموا في النقاش باش نتذكروا على الوضعيه وربما على النتائج والاثار ديال ما نحن بصدد نقاشه. نتابع الروبورتاج. نحن هنا في دوار المعارف أملال غير بعيدين عن مدينة بن حمد في سهل الشاوية، آثار الجفاف بادية للعيان، حقول شبه جرداء، والفلاحون في شبه عطالة يحصون الخسائر. البهيم يتنفعوا، أصدق من بين هؤلاء باش ما نبقاوش وما يشربوا احنا حيت دابا ما كنسقيوش الماء، فرش المعدة تيجي فشات، السنة ضعيفة الماء قليل ما كاينش، تسنينا تاع عناق ورغم تسنينا ما طاحش الأمطار مدنا حرتنا وزرعنا زريعة، زرعنا فاصفات الشعير خرطال كل شيء زرعناه، وكنت رزق الله من اللي حيدنا زريعة سنين كنتسناو البهايم تا هو الدعم والو ما كاينش، كيلو نشريو العلف نشريو الشعير نشريو كل شيء، الشعير بعناه ب 3600 اليوم دار 6000 ريال، النخالة ب 5000 ريال و 600 القنطار، عباد الله وقفت. ريا صبت الشتا نطلبوا الله إلا يرحم ربي باقا القادية تعالج. وخانص المحصول القياسي للموسم الماضي أصبح مجرد ذكريات بالنسبة لجاره نبيل. أمطار اللي تأخرت راه كان عندها واحد تأثير كبير على المحاصيل الزراعية، وحتى بالنسبة للدعم ديال الدولة حنا ما كنستافدوش منه، لا من ناحية ديال التأمين ولا من ناحية ديال المواشي، وحتى بالنسبة للمواشي حتى المساطير اللي مديرينها باش نستافدوا من الدعم مساطير مبهمة. يلا سيدي بسم الله. من الأراضي البور إلى المساحات المسقية، الوقع أخف لكن الري يضاعف المصاريف. دابا ما جابش غير رشة، ودابا راه سير نكافحوا اللي عندو الماء راه سير كيسقي، والسقية تاني كاين مصاريف ماشي سقيا سهل. كاين مصاريف بزاف ديال الخدام ودال البوطا ودال الماء ودال البراسيون وختي تمايا وكشي. الأضرار الناجمة عن شح الأمطار انتقلت إلى قطاع تربية المواشي بفعل انعدام الكلاء، بهذه التعاونية لتربية الأبقار المربون متروكون لحال سبيلهم. بالنسبة لهذ السنة وهاد قلة التساقطات هي كتشكل لنا كتشكل لنا عدة مشاكل، منها عدم وجود الكلاء للبهايم والغلاء ديال التبن، وحنا كننتظروا في هاد من هاد الإعانة اللي عملت وزارة الفلاحة. حملنا هذه الهموم إلى مكتب للاستشارة الفلاحية ببرشيد، رئيس المصلحة عبد الجليل لطيف يبشر بقرب تنفيذ برنامج التدخل. ففي هذه السنة هذه ملي تيكون بحال هاد شح الأمطار أو تأخر الأمطار أو تنقولوا
باش الفلاح يعوض داكشي اللي مشى ليه من الكسيبه ومن الحبوب، فكنبدلوا تيولي واحد البرنامج ملائم للجو اللي كاين، وكنديروا واحد البرنامج اللي تدخل كله كيكون حول الزراعه الربيعيه وحول الزراعه المسقيه. مسقيه لانه غتضمن واحد الانتاج، ولكن مسقيه بالخصوص كندخلوا فيها للحفاظ على الماء، تيولي ضغط على الماء وتيولي واحد السقي عشوائي لانه تيولي متطلبات كثيره. اذا في هذه الحاله فاش مراكز الاشجار الفلاحيه كنوليو كنخدموا على الماء، لان خصنا نضمنوا الماء للجميع، وما عارفينش مثلا هذه الامطار حتى لمتى. الى متى سيستمر الوضع وانتظار القادم من الايام؟ هاجس فلاحي هذه الدواوير وبعض الدواجن الباحثه عن حبات زرع نادره. نسولك السي زكدوني ورد على لسان احد المتدخلين في الروبورتاج بانه الى جاب الله صبات مازال شتا هاد الايامات ممكن انقاذ يعني جزء من الموسم الفلاحي، الى اي حد هذا المعطى صحيح؟ غير باش لتوضح الصوره، انا ما اعتقد خصنا شويه نوقفوا على تشخيص الوضعيه الراهنه. واود في البدايه ان اشكر مجموعه من المهنيين ومسؤولين ديال المصالح التابعه لوزاره الفلاحه الذين اتصلت بهم طيله الاسبوع منذ ان علمت بانني سوف اساهم في هذا النقاش. فبالتالي استقيت مجموعه من المعلومات والمؤشرات عبر التراب الوطني. اتصلت بمهنيين في المغرب الشرقي، في الهضاب العليا، في الريش، في مكناس سايس، في الحاجب، في سطات، في عبده، في اسفي، في الحوز، في زعير، في سيدي قاسم، تقريبا جميع المناطق الا المناطق الصحراويه هي اللي ما عنديش فيها اتصال. اشني هي الوضعيه الحاليه؟ غير باش نشخصوا المسائل بموضوعيه، ملي نهضروا على الجفاف في المغرب خصنا بعدا نكبوا النظره ديالنا على الحبوب، قطاع الحبوب وتربيه المواشي. المنتوجات الفلاحيه الاخرى المسقيه فعندها نقاش اخر، ما نهضروش على الجفاف في المناطق السقويه لي بيريمتر إيريكي. دابا حنا تنهضروا على المناطق البوريه. ملي تنهضروا على الحبوب فين كاين متواجده المناطق اللي تعطينا اكبر منتوج على الصعيد الوطني للحبوب؟ راه ماشي هي المناطق الجبليه، سواء الاطلس الكبير ولا المتوسط ولا معروفه، الشاويه، زعير، سايس، عبده والغرب نسبيا، هذه هي المناطق. شنو هي الحاله الراهنه؟ حسب المختصين والمهنيين والمصالح الخارجيه التابعه لوزاره الفلاحه، الاغلبيه الساحقه ديال القطاع ديال الحبوب مشى ما يناهي 70%. كاين مناطق اللي ما فيهاش كاع، بحال رحامنا، الحوز، صراغنا، بن قرير، داك الشيء، الشاويه. راكم مشيتوا لبن حمد، منطقة مزاب اللي تنعرفها لأنه درسها. فبالتالي هذا العامل الأول. يعني ملي تنقولوا إلا جات الشتاء، بالطبع الشتاء فوق ما جات فيها نفع، حتى ملي تجي قوية فيها نفع، غادي تعمر المياه الجوفية، غادي تنفعنا الأرض الأشجار المثمرة ديال الموسم المقبل، غادي تنفع ربما في بعض المناطق اللي مازال الحبوب باقي شاد راسه. مثلا نعطيك أنا مثال، الغرب بلادي إقليم سيدي قاسم، الأخ ديالي فلاح قال لي باقي منا 10 ايام ما كاينش مشكل. سايس نفس الشكل، ناحيه الحجم مازال يصبر، ولكن مساحات قليله جدا، بينما الباقي بحال الشاويه ولا زعير ولا عبده راه ضروا بقوه كبيره. هذه العامل الاول. فبالتالي الحبوب نسبه كبيره منه مشات، يعني المؤشرات كاين. بعض المعطيات التي استقيتها من الميدان باش تعرفوا ميزان الحراره دابا فين وصل. البال ديال التبن، البالة تدير 12 كيلو ديال فارينة. في وجدة إقليم الشرق، في الهضاب العليا ديال المغرب الشرقي، ولا في تارودانت، تصل حتى تارودانت 35 درهم. في الشاوية 30 درهم. شحال كدير في الظروف العادية؟ 12 كيلو اللي الظروف عادية. في الصيف أنا شخصياً عملت عملية البال تشرى 12 درهم وتوصلوا حتى للفيرما 12 درهم.
الاخ ديالي السيمانه اللي فاتت باعوا في اقليم سيدي قاسم في القاعه ديالو في النادر باعوا ب 23 درهم ب 23 درهم باش باعوا. هذا عاد الانترميديير اللي عاد غينهزوا ويرقوا. فهذه بعض المؤشرات. مؤشر لي بالنسبه لتربيه المواشي مازال ما طاحت الشتاء كاع المناطق الرعويه متضرره الا المناطق اللي عاليه بحال المنطقه ديال الاطلس المتوسط لحد الساعه، ولكن لا ما طاحت الشتاء في هاد الاسبوع القديمه راه ما غيكونش الربيع اللي قال الحاج باش على الخروف وداك الشيء. كاين عامل اخر الاثمنه ديال تغذيه الماشيه. النخوله دابا راه تدير 3 درهم 3 درهم و20 الكيلو بحال الشعير. البالا 700 ريال 500 ريال اللي تدير دابا. اثمنه ديال الكسيبه في السوق. مهنيين اللي يعني عارفين الميدان وزيرو كوبي لا فورماسيون ما تنسمعش غير الجهه. البقري الاثمنه ديالو طاحت بواحد 5000 درهم في الراس. البقري ديال العلف ديال الذبيحه في العجول 5000 درهم في الراس. في المغرب الشرقي طاحت حتى 60% الاثمنه باش طاحت. النعجه اللي والده اللي بولدها طاحت الثمن ديالها من 3000 درهم 2500 درهم دابا تدير 1500 درهم. وهالكسابه معنا هنا يقولوا لي خلينا نسمعوا السي فنان. فبالتالي مجموعه ديال المؤشرات شاعل فيها الحمر وتتقول لك اودي الموسم بالنسبه للحبوب باش ما نعموش بالنسبه للحبوب وبالنسبه لتربيه الماشيه خاصه لي بتيرومينا الغنم والماعز اللي بالاساس خصهم لي باركور خصهم المراعي هذاك هادو قطاعين راه ضروا حاليا والضرر والاشكال غيكون اكبر بكثير ماشي دابا الموسم القادم. علاش؟ لان الموسم الماضي كان حسب ما يحكى موسما استثنائيا وتا هي فيها نقاش نقدروا نرجعوا لها من بعد. اكيد اكيد. كيف يمكن ان نعتبر انه موسم استثنائي ما دام انتجنا حسب المعطيات الرسميه 115000 مليون قنطار ومنذ شهر سبتمبر بدينا نستوردوا القمح الطاري من الخارج. وداك التبن كله في يعني ماشي غير التبن دابا القمح ياك انتجنا مليون و كيفاش من سبتمبر بدينا نستوردوا. واخا بلاتي خلينا السي زكريا نسمعوا السي فنيري في هذا القطاع ديال تربيه المواشي ربما هو عنده معطيات اكثر. لا تقريبا عندنا احنا الماشي هنا عندنا سيكتور يكون فيه اكستنسيف وانتنسيف. اكستنسيف يعني الناس عندهم بلاد تيربيوها تيطلقوا الغلب تمشي تسرح وتجي هذا تيسمى اكستنسيف. انتنسيف تيقول لك تيجمع كل شيء في واحد المستودع وتيجيب الماكله وتعيش تعيش بها هكذاك. هاد الكيفيه هذه قليله. 90% ديال الالفاج عندنا حنا في المغرب تقريبا كله اكستنسيف المراعي صافي. الى دقاق الى هذيك المراعي مشات مشى تقريبا فيها. لا نذكروا واحد السنه ديال 1981 بحال هكا ما طاحتش الشتا تماما. شنو وقع؟ انه الخلفه ما زادش الغنم ما بقاتش شاده. ولكن ملي جا سنه العام وجا الخريف الاخر الثاني تابعوا يعني وصلنا حتى 40% ديال الماشيه مشات. وتتفكر بان السي الله يرحمه السي عباس باسل كان مدير تربيه المواشي جا قدام التلفزيون قال احنا كان عندنا 16 مليون ديال الرؤوس ديال الاغنام اليوم احنا طحنا 11 مليون يعني 40%. هذا هو باش تخوفوا. ولكن من 81 الى 95 اللي وقع نفس الشيء هنا ما خسرش ما مشاش لنا هذيك خساره. علاش؟ لان الناس تعلموا كسبتهم تعلموا شويه وبداوا تيخزوا بدون التجارب والجمعيات هي لعبت واحد الدور كبير لان في التكوين مهم بالنسبه للكسبه اللي غير تيطلق بها في الخلا وكاك. لا يسمى ذاك الروتي ديال القطع. لا كسب خصو هو يعطي شي حاجه للقطع ديالو باش القطع ديالو يرد له. خصو اولا العلف خصو كذلك الادويه المراه يتبع يكون لا بروفيلاكسي تكون متبوعه ماشي غير يطلق البيمه ويخليها ويقول لها تموت راه بوكليب راه الله قتل. لا 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 كان بكري تعرفوا بوكليب كيفاش تيجي بوكليب سي عندنا حنا هنا في المغرب
ايام ديال اكتوبر حتى الماي تدخل الدنيا خضراء، ومن ماي حتى